تتوقعوا مين أصعب الناس في تقبل التغيير؟ يعني هذا السؤال اليوم جاني لأنه كان معايا حالة صراحة حسيت بأنه إيه؟ بأنه هي فهمها لمشكلتها هو اللي مصعب عليها الحل. يعني هي لو فهمت لو اقتنعت بالمشكلة اللي هي عندها هتبدأ توجد حل، وهذا احنا ممكن نطلق عليه جمود، جمود في التفكير، عقلي جامد تحجر. استخدمت كده تكنيك عشان احاول اقنعها وعجبني، وانا اول حاجة ما تعجبني على طول بقول لكم عليها، انه خلينا نتخيل هي مي شايفة الحاضر. كالعادة احنا لما نوقع في مواقف ضاغطة بنبدأ نركز، بتتولد الفكرة السلبية. اوكي، عقلنا بيمسح اليوم، يعني انت بتشوفوا انه مخاوفي كلها متراكمة متضخمة، سببها مواقف قديمة او خيال من مستقبل. عقلي مسح اليوم تماما، فانا مش موجودة في اليوم، انا موجودة اما في امس او في بكرة. وهذه النقطة تحديدا اللي احنا بنعاني منها، اللي احنا نقدر نقول فاكرين قصة الفيل، الفيل محبوسة داخل اطار وهمي، الاطار هذا عقلي صنعه. طب خلينا نتخيل، جيت قلت لها يعني هي مي قادرة تفصل فكرتها اليوم او شعورها عفوا اليوم عن مشاعر امس ومشاعر بكرة او افكار بكرة اللي هي الخيالات. فقلت لها خلينا نتخيل انه في 3 صناديق، الصندوق حق اليوم ما في الا فكرة واحدة، هي المشكلة زوجية. فكرتي انه اليوم زوجي قدم لي محاولات مرضية اليوم، هذه الحقيقة، الفاكت، هذه هي. طيب وفي صندوق امس انه هو له تجارب سلبية معايا، حصل. وفي صندوق بكرة اللي هو ممكن يسوي كده أو يسوي كده أو يسوي كده، تمام؟ فخلينا نتفق على إنه أنا موجودة في صندوق اليوم، صندوق اليوم ما في عندي إلا الحقيقة واحدة اللي هي محاولاته للإصلاح فقط، تمام؟ هذا هو اللي موجود في الحقيقة. طيب معناته أنا لازم إيش أسوي؟ لازم أركز على الحقائق الموجودة عندي، مش أرجع للصندوق حقت أمس أو الصندوق حقت بكرة. لما أنا حاصرتها في الحوار بدي الطريقة صارت تقول لي أنا ماني مقتنعة، هذه طبعا إيه هي الدفاع. ففكرة أني أنا أنحبس في المخاوف الماضي اللي هي أفكار وهمية ليه هي حصلت، الكل بيقول لي لا حقيقة ما هي صارت، أيوة يا حبيبي صارت، بس اللي صارت منه هو النسخة القديمة من الشخص اللي ضرني، واللي انضر اللي هو أنا النسخة القديمة مني، ما أنا كل يوم بتطور، فهي ما صارت معايا، هي صارت مع النسخة القديمة مني. فما ينفع أقول حصلت، لأنه اليوم حصل شيء جديد، اليوم أنا زوجي بيعمل محاولات، اليوم أنا صاحبتي، اليوم أنا شغلي، وهكذا. اللي الجمود بيكون في أني أنا بحافظ على المخاوف. تصدق أنه في ناس بتحافظ على المخاوف، يعني تجيني الحالة هي كأنها تبى تقنعني بمشاعرها مش تبى تتخلى عن مشاعرها، فبتاخد وضعية الدفاع والتمسك في الفكر وبتعطي حجج وأدلة. لما أنا أواجهها بالمنطق وتضطر إن هي تبى تعترف بلسانها إنه أفكارها لا منطقية، وقتها ممكن بعض الأشخاص يعصبوا وبعضهم يتوقفوا، أنا ما عاد بقول شيء، وبعضهم بيعترفوا حسب الوعي. إذا معناته هنا كل ما ارتفع الوعي عندي كل ما كان عندي قدرة أسرع على معالجة ذاتي. كل واحد منكم يستخدم هذا التكنيك، الصناديق 3، اليوم وأمس وبكرة. اعزل لي أثر أمس وأثر بكرة لأنهم في صندوق ثاني مش موجودين، وركز لي على اليوم. هتلاقي أنه كل ما وخاوفك يمكن يحصل بكرة أو حصل أول. طب اليوم
لا مش موجود. الآدمية بتقول لي إنه زوجها اتغير، يعني هو بيقدم لها بس يمكن يرجع، أصله أول رجع مستقبل ماضي مستقبل ماضي. فعلوا لي اليوم شوية، انحبسوا داخله، لا تكونوا فيل، لا تكونوا فيل أبدا. طبعا احنا عارفين قصة الفيل والإطار الوهمي وكده، خلاص اللي ما هو عارف يقول لي عشان أقولها له مرة ثانية أو حثبتها لكم بعدين في الأشياء دي الثابتة عندي في الحساب. طيب فاحنا حنقول الآن أنا لازم أركز على اليوم، إيش عندي اليوم مؤشرات. وهنا في نقطة مهمة وهي لفتت نظري لها، المؤشرات لا تبنى بناء على استنتاجات. يعني ما أقول شكلك كده من جواتك مش صافي، لا، أنا لي في الأدلة. الأدلة هي السلوك الظاهر. يعني أنت عزمتيني على حاجة شفتيها هدية، هذا سلوك جيد، حقول لا شكلها جايباها وهي ملهاش نفس، هنا استنتاج. ايش الحقيقة؟ المؤشر انك جبتي. طب انك جبتي حاجة كويسة ولا مي كويسة؟ لا كويسة. يبقى لازم انا اربط افكاري في سلوكك الايجابي، ما اجي اقول لا واضح من ملامحها انها كده، طريقة كلامها كده، كلها استنتاجات. اغلبنا بيبني مشاعره بناء على استنتاجات، يعني افكار وهمية. فهمتوني؟ يعني كده على السريع اعطيكم، حبيت اعطيكم كده فكره تسهل عليكم حياتكم وادارتكم لمشاعركم. خليكم لو سمحتوا في صندوق اليوم وسيبوكم من صندوق امبارح وبكره. اصل صندوق امبارح ما يخصكم، ما يخصكم، يخص النسخه القديمه منكم اللي هي اقل وعي واقل فهم واقل في العمر واقل في الادراك واقل في الخبرات، في كل شيء اقل. كيف أحكم على اليوم بشعور شخص ثاني اللي هو أنا زمان أقل مني؟ كيف؟ طب بكرة، ما بكرة حيجي مني نسخة ثالثة أحسن. كيف أتنبأ بردة فعل بكرة اللي هو أنا بكرة وهو شخص ثاني هيكون أفضل مني؟ خليك في اليوم، ايش ادواتك، ايش امكانياتك، قدراتك، وعيك، ادراك، كله فاعله اليوم. فاليوم هو اللي بيصنع بكره. فانا لو ركزت في اليوم وما شوشت عليه بمشاكل امبارح او بمخاوف بكره، يا سلام، اصله قلق. القلق طيب دائما القلق مرتبط بغدا، فما بيخلينيش اشوف اليوم، وبيشبك كده كانه شبك من صندوق امبارح لصندوق بكره، فبيفقدني لذة ومتعة اليوم. خلاص بفقد اللذة والمتعة. حبيت أنا موضوع الصناديق على فكرة، دخل دماغي وعجبني. إيش رأيكم أسوي لكم دورة، محاضرة، دورة، لقاء، توعية، أيا كان، في المركز عندي، تجوا تحضروا حتنبسطوا، عجبتني. فأنا دحين هشتغل على هذه المحاضرة، بتوصل المعلومة بسرعة. لو سمحتوا قفلوا لي صندوق أمس انتهى، وقفلوا صندوق بكرة ما نعرف إيش فيه، وركزوا لي في صندوق اليوم، عنوان لقاءنا اليوم. أتمنى أنكم تكونوا انبسطوا، وصلت لمطمئنتي حبيبتي الآن لأستقبل حالاتي للتواصل. إيه خلفين للتواصل أو للجلسات حجز الاستشارات. لمن داخل جدة أهلا وسهلا بكم في مركز مطمئنة، ولمن خارج جدة احجزوا لي في تطبيق لبي حملوم الستور واحجزوا في التطبيق، وأهلا وسهلا بكم إلى عالم الصحة النفسية مع وسام.